المقاهي اللي من خلالها كنحضروا على المعلق ديال واحد المشاكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنسكر ديرك ديال جلاله الملك محمد السادس على التدابير ديال الكورونا. وحنا المشاكل حنا عندنا مشاكل قبل كورونا، ولكن دابا ملي جات هاد كورونا كانت المشاكل كثيره بزاف. المشاكل اللي عندنا قبل كورونا هو استفاده من الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه. كون عندنا الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه كنا ما غنحلوش في هذا المشكل ديال اللي كاين دابا ديال كورونا. ولكن دابا حاليا كاين الاخوان والاخوانات ديال في هذا الدومين هذا كيعانيو كثير بزاف. ما عندهم الضمان الاجتماعي، عندهم التغطيه الصحيه، ما عندهمش الرميد، وما مستافدين من حتى حاجه. يعني كاين معاناه كثيره يعني على الصعيد الوطني من طنجة للقويرة، جميع العنايات القطاع هذا عندهم معاناة كثيرة. أنا كنهضر باسم الجمعية الجهوية المهنية المستخدمين المقاهي والمطاعم على جهة الرباط سلا قنيطرة والنواحي والخميسات، أن كنطلبوا من هاد الناس أن يديروا لنا حل. لأن الحل دابا حاليا أن الناس راه كتعاني بزاف، كتعاني يعني بقسوة. الناس ما عندها ما تاكل، الناس واحدين في الكرة، الناس عندها وليداتها، يعني مشاكل كثيرة وكنطلبوا من هاد الأرباب المقاهي والمطاعم أن يديروا معنا الحل من الدرجة الأولى. وشكرا. شو عليك كمل تعرفوا ما طولش مشينا. السلام عليكم، معكم جمال القريري رئيس الجمعية الجهوية للمستخدمين المقاهي والمطاعم. دوري كنبغي نشكر السلطات، ونشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونشكر الناس ديال وزارة الصحة، والشكر خاص من القلب ديالي، من قلب الناس ديال العمال النظافة اللي تاهما تيضحيو خدامين، يعني العمل ديالهم بحال ما كاينش جائحة، وشكر خاص مرة أخرى لهم. وبالنسبة لهاد المستخدمين ديال القطاع، راه دافعنا على الملف لينية التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وحنا طحنا في ورطه دابا ملي جات الجائحه كشفت الامور وتفضحات. يعني بهذه المساله هذه المؤسسات ان شاء الله بحول الله ملي فوتت الجائحه خصها تحمل مسؤوليتها، وخص الانسان كله ياخذ القرارات ديالو، لان المقاهي ما خدامينش بلاصه مدرقه، راه مكشوفه. يعني باش المفتشين ديال الشغل خصهم يتحملوا مسؤوليتهم ويقوموا بالدور ديالهم اللي هو تطبيق المؤسسات ديالهم، ويحاولوا ما امكن كلشي الناس المستخدمين ديال المقاهي يستافدوا من التغطيه الصحيه، وتكون واحد الحوارات. ومن هذا المنبر واحد الارباب مقاهي سامحهم الله، ماشي كاملين ولكن سامحهم الله، بعض الارباب تيقول حنا راه عودنا المستخدمين وعيطنا لهم وعطيناهم، راه القليل راه الكثير كيكذب. لان الناس من قنيطره حتى عيطوا علينا، قال حنا ما عيط علينا حتى شي واحد، ما استفدنا حتى شي واحد، و15 يوم اللي خدمنا طفاو علينا في هذا التليفون. عيب وعار وحشومه، لان هذه راه ازمه، وحنا راه خصنا نكونوا وطنيين وخصنا نتضامنوا ونتحدوا. وهذا الشيء راه تيفضح بزاف ديال الامور، وخصكم ان شاء الله بحول الله تحملوا مسؤوليتكم نتوما كارباب مقاهي تجاه المستخدمين مع المؤسسات، باش الامور ما تبقاش غادا خارج القانون. كل شيء الانسان خصو يخدم خدام قانوني ويستافد من ابسط الحقوق ديالو اللي وصى بها سيدنا، الضمان الاجتماعي، الحمايه الاجتماعيه، والسلم الاجتماعي، وهي حقوق قابله للتطبيق ومشروعه. وشكرا. ما تطولش بزاف. السلام عليكم، تحيه. السلام عليكم، تحيه طيبه، رمضان كريم. شكرا تي في على الالتفاته اللي التفتت عند الجمعيه المهنيه المستخدمين المقاهي والمطاعم اللي جات على القنيطره. اولا تحيه الدوله المغربيه وجلاله الملك على الاجراءات اللي قاموا بجائحه كورونا، مشكورين على كاع الاجراءات لانها كتصب مصلحه البلاد والعباد. لكن ان الرساله اللي بغيت نوصلها للجهات المسؤوله هي ان هاد العمال ديال المقاهي والمطاعم دائما كيعانيو الامرين في المساله ديال الحقوق اللي هي شرعيه، منها الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه والحد الادنى للاجور، كذلك البطاقه المهنيه، عده اسباب اللي جعلتنا اننا كنعانيو ودائما كيعانيو الصوت. لكن وضعنا الملفات للدعم والمساندة باش يساندونا في المحنة هذه، لكن الجهات المسؤولة لا حتى شي جهة ما تقبلت هذا الملف، حتى شي جهة ما تفتت لنا. كنعانيو في صمت، ولكن ملي كتعلق الأمر بالمصلحة ديال البلاد فحنا التزمنا الحجر الصحي، كنساندو جميع الأطقم اللي قامت بهذا الحماية لهذا الشعب هذا. لكن حنا كنعانيو في صمت، كاين الناس اللي ما وصلاتش الدعم ديال هذا الصندوق ديال جائحة كورونا، كاين الناس اللي كيعانيو من الكرا، كاين مشاكل عديدة
لكن الرسالة اللي بغيت نوجهها للجهات المسؤولة والجهات الرسمية اللي كتقوم على هذا الملف ديال هذا القطاع هذا أن تحاول تلتفت لهذه الناس وتطبق القانون بما هو جاء قانون التشغيل. وشكرا لكم، وثاني مرة كنشكروا قناة شوف تي في على التفاتة وكنحييهم ورمضان مبارك كريم. شكرا لكم. شايف حاول دقيق حاول تختصر يعني يكمل يعني. السلام عليكم. اولا قبل كل شيء كنشكر السلطات، كنشوف ان الناس ديال هذا القطاع صبحوا في الليله والضحى انهم ما كيداموا عليه ولا حتى شي حاجه عليهم.